وبهالطريقه بهذا الشكل هذا غنحاول نوريكم رشمه عتمد عليكم التطبيق ديالها. هذه هي الرشمه كتجي على شكل خطوط بهالطريقه. بامكان نديرو يعني صف واحد في اللبسه اولا نديرو صف واحد هابط مع القفطان حتى لتحت اولا الجلابه. المهم الجلابه كنحاول نديرها غير نص السوق، الا كان قفطان نازل كنهبطوه حتى لتحت، ومن جهه الصدر كنديرو يعني جوج صفوفه واحد واحد هكا والاخر صغير، يعني كيجيو شكلهم بحال هكايا، وحده كبيره وحده صغيره. وندوزو للتطبيق ديالها ان شاء الله. يعني رشمه فيها يعني فيها انسجام بين الطرز البلدي والطرز الاشكال الهندسيه، يعني بجوج في خدمه واحده. عاد هاد الرشيمه نقدروا نبتوها. بالنسبه للاشكال الهندسيه يعني السمك واحد، العرض واحد، يعني العرض اللي كيقولنا العرض اللي بدينا به الورده الاولى هو اللي نكملوا به الخطوط كاملين. نحاولوا هاد الخطوطه يجوا نفس العرض. هذا الشكل هذا، هاد الرشمه البنات تنبت راه جات رائعه. نقول لكم كيفاش تنبتات، تضاف ليها الاخوات، تضاف ليها الحجر، داك الحجر المهرس الطويل في هذا البيس هادو، يعني في هذا البيس هادو دار ليها الحجر الطويل في هنايا، الحجر داك المهرس الطويل، الحجر المهرس الطويل ديالو. يعني جات رائعة. هذا العشاق الأشكال الهندسية. البنات تجي حتى في يعني في التكشيطه نازله حتى لتحت بهالطريقه، تجي رائعه. الا كنا نديروها في اللبسه نبتوها. لاحظوا معايا، يعني الرشيمه دغيا كتخدم وفي نفس الوقت الشكل ديالها رائع. الشكل ديالها ملي تنبتات البنات راه جات رائع، ما نقدرش نصورها منبسه. ملي كان
كانت بلات نبات الرشمه ديالي انا مليت نبتسر ولاد ديال مولاتها ما قدرش نصورها، غير انا وريتكم الفكره كيفاش جات نبات. جا الحجر الطويل من هاد البلاصه من هنايا وجا من هاد البلايص هنا، يعني هنا وهنايا. الا قلت لكم جات رائعه راه جات رائعه، ما يعني فنه جات فنه بزاف بهذه الطريقه ديال النبات اللي تنبست بها. وهنا دارت حجيره وحده، ما عنديش الحجر الطويل، لو كان عندي الحجر الطويل كنت صورت لكم في هذه ديالي انايا. المهم الرشمه راه ديالتي انايا. فات نبات زادها واحد ضاف ليها واحد الجماليه. كيف ما شفتو معايا دغيا كتخدم. هذا هو يعني الشكل ديالها والطريقه كيفاش جات. غندير لا فينيسيون ديالها الاخيره ونصور لكم الشكل النهائي. وفي الاخير البنات كيبقى هذا هو الشكل، يعني الشكل الاخير ديالها. البناء الاخوات او البنات او الحبيبات ولا الصحابات ولا الصديقات، شوفوا معايا كل ورده و راه كاين الفلاش ديال الضو مخلاش ليا عرفتي بعيد النظره اللي كنشوف فيها انا، ماشي هي اللي كنشوف فيها امام الشاشه. شوفوا معايا هنا باش زينتها. طبيعه الحال البنات ولا الخواتات انا كنقول لكم دائما كنخدم بالحجار النوع الجيد ديال الاحجار، وغيبان لكم يعني امام الشاشه ديالكم انا الحجر راه ما ملصقاش البنات، راه ما ملصقاش، انا غير حطيت لكم باش تشوفوا الموديل ملي كيتنبت كيفاش كيولي. هذا موديل يعني شوفوا برونز في برونز، هذا برونز داخل فيه الموف، الموف ديغرادي والموف مغلوق بهذه الطريقه مزيان، يعني باش تشوفوا هذه مزونه مزينه بحجيرات بشكل دائريين. وفي الاخير هذه هنا انقادها، شوفوا معايا يعني شوفوا كل شكل والطريقه باش يعني باش زينتو وباش قاديتو. هذا هو لا فيديو تاع اليوم، كنتمنى من الله هنا الاعجاب ديالكم. بصراحه الحجر ولا الاحجار الا كانوا نوعيه جيده الاخوات وكان جوده عاليه كيضيفوا واحد الاضافه واحد الاطلاله للرشمه. انا اللي شفت انا مخدومه ما دايرينش فيها هذا الحجر هذا البنات، ما دايرينش هذا الاحجار هذا، ديري الحجر بلاتي نحاول نوريكم هذا بلاتي. ها نتوما البنات دايرين هذا الطويل ديال هذا، شفتوا معايا هذا المهرز دايرين الطويل ديالو هو اللي دايرينو في هاد البلايص هنا، يعني الطويل ديال هاد الحجر هو اللي مدير في هاد البلايص، حتى هو عطى واحد الجماليه. غير هو هاد النوع ديال الحجر كيتقام رخص من هاد الاحجار، يعني الوحده الا كتبغى ديرها لبسه اولا شي سكيشيطه دخلهم بجوج، يعني دخل هاد الاحجار ودخل اولا دير ورده بالحجر بالمهرس طويل ووردة ثانيه بهاد الاحجار. بصراحه عطاو واحد، راه قلت لكم الصوره اللي كنشوف فيها انا راه ماشي هي الصوره اللي في الهاتف، ما عرفتش كيفاش. المهم غنحاول نقص الاضاءه، يعني انا بغيت نشوف داكشي اللي كنشوف فيه انا تشوفوا حتى نتوما في الصوره.
يعني يشوفوا الصورة مباشرة، ماشي هي الصورة في الكاميرا مع كنصور في الليل. المهم الاخوات كله طريقة التزيين ديالو، كله الطريقة اللي كرتاح فيها، وكله الامكانية ديال يعني الثمن ديال الاحجار كله. الا كنتي باغية ديريها لراسك ولا المهم تاكل لختك ولا شي حد، لا خالتك ولا شي حد عزيز عليك، ديري لها هاد الحجيرات يعني زينيها لها بهذا الشكل هذا. يعني هذا الحجر كيتسهل غير شي واحد اللي يستحقه. اما يعني كنتي غديريه للبيع ولا تعرضيه للبيع غيتقام اغلى هذا الحجر. الا درتي قفطان نازل كله بهذا الحجر غيتقام الحجر اكثر من اغلى من الطرز. علاش؟ حيت الحجر غالي اصلا. هذا الحجر الماركه يعني المزيانه اللي ما كتلصقش في الثوب، اللي ما كتشنتفش الثوب، راه زايده في الثمن على الحجر العادي. هذه معروف، ودائما انا كنقول لكم راه كنحاول الا تكلفتني شي وحده بالحجر كنقول ليها راه كاين هذا ديال 3 دراهم، كاين ديال 4 دراهم، كاين ديال درهم ونص، كاين ديال درهم، اختار انت اللي بغيتي. اولا كنديه معايا هي تختار الحجر، يعني ما كتكلفش انا بالاحجار. وكاين اللي كوضعوا الثقه ديالهم فينا كذلك في الجوده ديال الخيوط الحمامي. انا كنتقدم عند خيوط الحمامي البنات. صافي كتقول لي راه صافي انا غير خدي الحجر، خدي حاجه مزيانه ماركه مزيانه، كنتكلف بكل شيء وكيطلع داكشي زوين. هذا هو لا فيديو تاع اليوم، كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا التطبيق ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتبارطاجيو رابط القناه مع المهتمين والمحبين والعشاق للطرز الرباطي المتقون.